الوصال مش بس إذاعة، الوصال فلسفة ورؤية وطريقة حياة. كل عام والوصال هي الإذاعة الأولى. في 19/3/2008 بدينا بإذاعة الوصال، واليوم أنا كملت مع الوصال 15 عام. كل عام والوصال الأولى. أنا أعتبر نفسي أحد أفراد أسرة الوصال، لذلك أهنئهم بمرور 15 عام على إنشاء هذه الإذاعة المميزة. أنتم دائماً الأول. اليوم الوصال كملت 15 سنة، وأنا كملت مع الوصال 13 سنة. كل عام والوصال دائماً الأولى. اليوم 19/3/2023 تكمل الإذاعة الأولى الوصال 15 سنة، وأنا أكمل معاهم 5 سنوات. كل عام والإذاعة الأولى الوصال دائماً الأولى. كنا حريصين أن يكون صوت المواطن، وراح نظل صوت المواطن. كملت 4 سنوات في إذاعة الوصال اللي اليوم كملت 15 سنة. كل عام إحنا معكم ولكم، وصوتنا هو صوتكم. أنتم الوصال، أنتم من يصنعوا هذا النجاح. كل الأخوة والأخوات اللي هم أمام الميكروفون أو خلف الميكروفون، أنتم القيمة الحقيقية لهذه المؤسسة. صورة عاد الحين، يعني احنا واقفين زي الصورة حقيقية. فارق نص درجة. أيوة فاز عن العام الماضي. أيوة فاز. كان عندنا شك، شيكنا كل شيء. دخل فارق بعد، دخل كل التقنيات. واخيرا فاز محمد المخيري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.